السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب السرافندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. واليوم جايين نشوف حاجة جديدة وحاجة حلوة نحطها على أجهزتنا الشاومي. زي ما أنتم شايفين عندنا الجهاز بيشحن و200 واط بيعطينا. طلعوا هنا عندنا هنا الآن 200 واط، هيو كاتب والشكل اللي أنت شايفه مع تغيير الألوان والحاجة لوز اللوز يا معلم، وال200 واط أنا شاحن سريع شابك. ويكونوا معنا الآن علشان نحط هذه الأمور عنا ونحط كمان اللي هو الحركات الداخلية مع تغيير لمركز التحكم بحيث يصبح مركز التحكم بلور، حتى لو كان رصاصي هيصبح بالشكل هذا اللي انت شايفه مع تغيرات في اللي هو الأيقونات اللي موجودة معنا. كونوا معنا الآن، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيبي علشان يصلك كل جديد، وخلينا نشوف التفاصيل. ورجعنا لكم من جديد، صلوا على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندنا أجهزتنا الشاومي أحلى ما فيها إنه إحنا بنقدر نغير ونبدل فيها ونخليها أجهزة متجددة، حتى لو زقت من جهازك وبدك تغيره بتعمل حركات زي هذه بصير جهازك بطل تغيره وبدك إياه هو. نيجي الآن لمركز التحكم. زي ما أنت شايفين مركز التحكم هذا اتغير لأنه الأيقونات هذه ما كانت عندنا بالأول بهذه الأشكال وأصبحت بهذه الأشكال، وعندنا فوق اللي هو الواي فاي متغير والكلمات متغيرة. لو جينا كمان على الساعة، الساعة تلاقيها زي ما أنت شايف كيف وضعها. هاي عندنا البطارية تدخل مباشرة إلها، وعندنا هنا اللي هو الخطوات، وعندنا هنا الطقس بتقدر تدخل من نفس المكان، والايقونات شايفين الايقونات ما احلاها، رايقه وخلفيه رايقه، والامور اللي انت تشاهدها عن كتب. طيب الان لو جينا على شاشه القفل، شاشه القفل كيف، وبقدر اغير لون اللون 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 اللون، بغير اللون اللي بدي اياه. شايفين انا بضحك وبقدر الانيميشن اشيله، الانيميشن الحركه هذه تطلع كيف صارت. طيب لو بدنا نغيرها طلعان هيك حركة متسارعة، هيك حركة رايقة، يعني كأنه حتى لو جهازك ما في اللي هو شاشة أموليد بيعطيك كأنها شاشة أموليد. شايفين كيف الإضاءة حاجة لوز لوز، اللي ما عنده أموليد يستخدمه، فهذه كويسة لجميع الأجهزة. وعندنا حركة الساعة حركتين، حركة في شاشة القفل، ولما نطلع أو ندخل للجهاز ندخل الآن اللي هو الساعة هذه موجودة كمان. والآن نيجي نشوف عملية الشحن. عملية الشحن بتعطيك حركة حلوة وعجبتني كتير كتير حركة الشحن هاي. مثلا الشحن الجهاز، أنا عندي جهاز بيدعم 67، وهذا الجهاز المستخدم بوكو اللي هو بوكو F4. نيجي هنا طلعوا إيش كاتب، هان كاتب 200 واط حاجة لوز. شايفين النقاط هذه بتتحرك، وبقدر أغير الألوان حسب الألوان الموجودة. مثلا بدي اللون الأحمر، بدي اللون الأخضر. كيف نحط الحركات هذه؟ نيجي الآن ننزل هذه الثيمات اللي بدنا ننزلها في أجهزتنا. بدنا ننزله اللي هو أنتم شايفينه أمامكم اللي هو لايت يو اي زد فيرجن 13. تاني ثيم بدنا ننزله اسمه روبيكال. ثالث ثيم بدنا ننزله اسمه سهارة. اول حاجة بدنا نروح على الثيمات اللي عندنا وتيجي على الثيم الافتراضي اللي بيكون على جهازك وتعمله تعيين لجميع اللي هو اللي بالخط او بالايقونة الزرقاء. وبعديها بدنا نيجي على الثيم اسمه سهارة. نيجي على سهارة نقول له تعال يا سهارة وين انت بدك تروح، من عينه لمين؟ لشريط الحالة تعيين اللي هو بيعطينا منه مركز التحكم. الآن بيصبح عندنا مركز التحكم، هيو نطلع من المكان، أصبح عندي مركز تحكم جديد، شكل جديد، الشكل القديم هيو هذا هو الشكل القديم وهذا هو الشكل الجديد. في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق طبعا، في فرق في الزوايا وفي فرق في الأيقونات. بعدين بدنا نيجي على ثيم لايت يو اي زد فيرجن او في 13، بدنا نعمل له تعيين، شيل هدول اللون الأزرق، شيل شيل يا معلم، شيل شيل، خلي بس الايقونات، بس للايقونات، وهي تعيين. الان هيتغير معنا الايقونات، نيجي نرجع هيك نطلع هنلاقي الايقونات اخذت معنا هذا الشكل. بعد هيك بدنا ننزل هذا الثيم اسمه جوجل زون 12.5، هنعينه للشاشه الرئيسيه ونعينه للنظام ونعمل له تعيين ونطلع من المكان. اعطانا خلفيه يعني رايقه وحلوه وبنت ناس، ومركز التحكم زي ما حكينا، والايقونات زي ما انتم شايفين. ضايل عندنا
حركة بدنا نحطها. قبل ما نحط الحركة بدنا بس نعمل زي هيك ونعمل حذف للساعة ونيجي هنا للإضافات ونيجي للساعة اللي احنا بدنا نختارها اللي هو تروبيكال، والآن نقلنا الساعة اللي بدنا اياها. ضل عنا شاشة القفل، هنروح ننزل اللي هو هذا ثيم Edge UI ونشيل 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 ونحط ونحط وين لشاشة القفل ونقول له تعيين، والآن نطلع من المكان ونشوف ايش صار. الآن أصبح لدينا، خلينا بس عشان ما يفتحش، أصبح لدينا شاشة قفل نقدر نحركها نقدر نوقفها. والآن بدي أعطيكم اللي ضل معي لهذه اللحظة ولهذه النقطة ولهذه الدقيقة، هعطيه حاجة بونص إله هيك. إيش البونص؟ الآن تشوفوا بس شايفين كيف الحركات، تمام. البونص بتعطيك هذا الثيم بتغير وتشكل فيه في شاشة القفل، ولا تنسى الدعم باللايك يا غالي. ونيجي للثيمات، حط هذا الثيم لشاشة القفل اسمه Run Lamp Charge ونعمل له شاشة القفل، وهي تعيين وهي بدنا نشحن نشوف. الآن تيجي تتحكم فيها، بدك تشيلها بدك تحطها اللي هو الايفون 14 برو ماكس، هي بتطلع في المكان هذا اللي هي دايناميك ايلاند، كمان ممكن هي دايناميك ايلاند زي ما انت شايف. وعندنا بعد الداين سويتش اللي هو شايفين انت السويتش هذول اللي هنا الحركات، الكلوك بتقدر تغير الكلوك، هاي الكلوك ساعة واحدة اثنتين ثلاثة ثلاث حركات، والدايناميك بقدر اخلي الدايناميك زي هيك يعني تعمل حفلة، يعني انت بدل ما تجيب حاجات لعيد الميلاد انت الان تقدر تعمل عيد ميلاد او حفلة في هذا الثيم. كيف؟ وهذا ما كان لدينا، نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.